كلنا بنفكر إن موازنة الأردن موضوع صعب ينفهم، بس بالحقيقة الموازنة سهل نفهمها لما نتعرف على المصطلحات اللي فيها. خلونا ندخل بالتفاصيل. الحكومة هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن جميع القضايا الوطنية، مثل الدفاع والأمن وأمن التزويد بالطاقة والأمن الغذائي وأمن المياه والتجارة العالمية وأمور الخدمات مثل الصحة والتعليم والبيئة والنقل وغيرها. ولضمان تلبية جميع هذه الاحتياجات والمسؤوليات من قبل الحكومة، لازم تنفق الحكومة أموال، يعني مثل كل واحد فينا لما يتسوق لتلبية احتياجات منزله وتحمل مسؤولياته. هاي الأموال بنسميها النفقات أو المصروفات، وبتشمل النفقات الجارية مثل الرواتب والأجور وشبكة الأمان الاجتماعي وأجور المباني والكهرباء والمياه وغيرها. وفي عنا النفقات الرأسمالية أو التنموية، وبتشمل النفقات على المشاريع الحكومية والخطط والخدمات مثل الصحة والإسكان والتعليم والطرق وغيرها. لكن السؤال، من وين بتيجي هاي الأموال وشو مصدرها؟ عشان الحكومة تكون قادرة على تغطية نفقاتها لازم يكون عندها إيرادات، وهاي الإيرادات هي المبالغ اللي بتحصلها الحكومة من مصادر مختلفة. الأول بيشمل الإيرادات المحلية الضريبية، الثاني الإيرادات المحلية غير الضريبية، الثالث المنح الخارجية. في حياتنا اليومية ممكن الشخص يحصل على الإيرادات من خلال راتب الوظيفة، ودايماً بتحاول توازن ما بين إيراداتك ونفقاتك، بس مش دايماً بتنجح هاي الخطة. في حال زادت الإيرادات عن النفقات بحصل الوفر، وبالموازنة العامة للدولة بنسميه وفر الموازنة. في حال تجاوزت النفقات الإيرادات بحصل العجز، وبالموازنة بنسميه عجز الموازنة. ومع إنه ما حدا بحب يوصل لمرحلة العجز، بس بالنسبة للحكومة بكون الموضوع ضروري أحياناً عشان تضمن الاستمرارية بتقديم الخدمات للمواطنين أو عشان تحفيز الاقتصاد خلال الأزمات. وفي هاي الحالة تضطر الحكومة للاقتراض لسد العجز، وعلى مر السنين تتراكم المبالغ المقترضة وبتتحول لدين عام. وباختصار شديد، موازنة الدولة بتعتمد على إيراداتها ونفقاتها لتكون قادرة على تأمين أفضل المستويات من الخدمات لجميع المواطنين. وبعد ما تعرفنا على المصطلحات الرئيسية للموازنة، إجا الوقت للتعمق أكثر في الإيرادات والنفقات للأردن. الأردن يتقدم.